دور على الشهرة بأي شكل كان إشهاب، عشان كذي رحت غنيت مع إن صوتك مو حلو والأغنية ما لها معنى والكليب أساسا سيء. انا كليب غنيتها عناد عن واحد، خالد كل هذا الجبي. عناد عن واحد. لا لا شنو، من خلي وين نتحكي عن تسمع؟ هذه الجزئية بعدين نتحكي عن من وين؟ خالد الجدي. لا ليش ما ابي اتكلم ما عنه، تعرفه مصور وياه؟ ما اعرفه ما اعرفه والله ما اعرفه والله ما اعرف. انا اوكي عناد عن واحد مغني. اوكي تضحك. لا مو قاعد طالع تليفون، انه شلون طلع الاسم فجأة. انزين اوكي خلنا سؤال عند ثاني هذا مني، ليش غنيت والمضمون مال الاغنيه وايد سيء ومو حلو، كان تقدر تسوي على الاقل اغنيه احسن من كذي. دايم لا لحظة، كم دامي بحالي أبي جواب حق سؤالي، ما في هموم ولا مشاكل، بمكاني بقعد وأكل. يعني لا والله شيء لا أغنية سخيفة سخيفة ومو حلوة، حلوة شاب ناس صراحة، يحبون كذي. لا سخيفة ولا حلوة الاثنين يعني. اوكي صدق اللي دفع فلوس الكليب هذول مع الحبوب الوردية هما كانوا سبونسر، انا اخر لحظه دخلتهم سبونسر، وسبحان الله ثاني يوم كنت بنزل كليب وانسجنت بسالفه قضيتي، المفروض باكر انزلها ولا تشك اشوف نفسي زين وقاعد سالفة فاهمني. الفيديو.